أحد التابعين لما طال به العمر أصابه مرض، فكان أبناؤه إذا رأوه تقطعت قلوبهم حسرات على مرأى أبيهم. وذات يوم صنعت أمهم لأبيهم حلوى، فلما قدمت بين يديه ليأكلها دخل سائل معتوه وأخذ ينظر إلى الحلوى التي صنعتها الوالدة لزوجها، فقدمها أي الحلوى ذلك الزوج للسائل فأكلها كلها. فلما خرج عاتب الأبناء أباهم قائلين: يا أبانا إن أمنا تكلفت هذا فصنعته لك رجاء أن تأكله، فأطعمته معتوها لا يدري ما أكل. قال: يا بني إن لم يكن يدري فإن الله يدري، والصالحون لا هم لهم إلا أن يقبل الله جل وعلا منهم عملهم. وقد قلنا مرارا في دروس خلت وأيام سلفت إن الأولياء المتقين من عباد الله لا يخافون من شيئين أعظم من أن يزيغوا بعد الهداية ويضلوا بعد الرشاد، والثاني أن لا يقبل الله منهم العمل. ذكر الله الأول في سورة آل عمران، قال الله جل وعلا عنهم: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والثانية ذكرها الله جل وعلا في سورة المؤمنون: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون.